أنا صعب علي أشوف بختي ولا طولش صعب علي أشوف بختي ولا طولش فتلت حبل الوداد قصر ولا طلش يا مثل دمع اللي حب ولا طلش في ناس تبلغ امل عندي العمل والطول في ناس بتبلغ امل عندي العمل والطول وناس بتجري من الشمس للمغرب شمعني ليلة الأسير شرحها بيطول ودلالة الفرح يطلع شمسها مغرب يا عبد خليك مع الله ولا تندم على اللي راح يا عبد خليك مع الله اوعى تندم على اللي راح انت اصفي ضميرك يعني اخلص ضميرك مع المولى الكريم ترتاح لو طرت بجناح غير المكتوب ولا تضل شي املى القناني
شهر داري للقلالي من نهر داري وكل بعد المدي يحصل على النبي الزين محمد أتانا بالبشاير ودع للقال إلى الفارقين وعربي اسم الهلال للا ما شوف يونس أبدا يقول يونس قال له سافر يا خالي عشنا تخبز قدام كانت صفات تعدك مش هنوصلها بحبال كانت خضرة قاس خضر في الصواب مصار الأمر أبو زيد والتلاتة ولاد سرحان ما بعد عشان ليالي أتى على مدين أتى على مدين مزغرف في البنيان أبو زيد لف اليم أبو زيد لف المدين يمين وعود شمال ما يلقى راضي الفقير راضي الفقرة وتعبان ما يلقى راضي الفقير عالبير راكب سبال يعدد على الليالي عالدنيا وضليات الراضي اللي يبكي ينور يبكينا وشوف على ملت الزمان يقول انا الكواتن الدنيا بتقلع على النار ابدا ابو زاد يقول له سلام يقول له ابو زاد يقول له يا راجل بتبكي ليه يا راجل بتبكي ليه دمعك على خدك سال ما اسمع لك يا عمي انت يا فقر يا تعبان فش مقرح ده في المدينة البيت الليلة ديك وبكرة نعزم قدام ما أفضل رد اللي يقول
قال يا ضيوف يا مرحبا بكم بدل الليلة شرتي. راد الرحب بهم طبعا راد الفقرة والتعبان ما معهوش الا فضل المولى. لما ابو زيد قال له فيش مطرح في المدينة ان بيت الليلة دي وبكرة نعزمه قداب. شوف الكرم بتاع الراد العمر الكريم ما يضاب. قال يا ضيوف يا مرحبا بكم دي توزن تدور مزاد الهلا بكم بدل الليل عشر ايام. يلا ورا يا عالبيت عالساحة وبعمدان. تعالوا يا ضيوف المولد في بيت لنا جسلك فدان. خدهم الرجل عالبيت عالساحة وبعمدان. ما يلقوا الساحة حلوة حلوة صلاة النبي. ما يلقوا الساحة حلوة ام زغرفة في البنيان. بنا حلو كويس بس مهطرة في الايام. ابو زيد نظر في الساحة يلقى الضبط كمان كمان. ابدا يونس يقول له قال يا خال يا خال اطلع بيني نلقوا الندوة نعمرات. السحدية تعباني بين عليها ما فيهاش فرسان. يا خالق اطلع بيني نلقوا الندوة العمران. ما ابدا ابو زيد يقوله يا واد عيب علينا فضيحة وقلة مقدار. الراد الرحب بيني جابر الخواطر حلال. ادم بيت الليلة دي لكن بكرة نعزمه جدا. قال له يا خال اطلع بيني نلقوا الندوة نعمرات. قال له عيب وفضيحة يا واد قلة مقدار. الراد الرحب بيني جبر الخواطر حلال. ان بيت الليلة دي وبكرة نعزمه قدام. ليلة من الليالي اهل لا من الايام. يا واد نخل بخاتي يا يونس نخل بخاتي ارمي في اليمين عقال. ما تقلق شي يا واد يا يونس ما تلقى لك السوق دمال. Thank you.
ابو زيد قال له ما تقلقش يا يونس ولا تستعكر يا ابني بالرجال، الراد رحب بيني لانه فقره وتعبان، البات الليله دي وبكره نعزم قدام، وهي ليله من الليالي يا يونس نخل بخاتك وارمي في اليمين عقال بحملك امشي اتي لما يديك فرج الرحمن. طبعا الراد اللي ضافوه دي يستم ياسين، اسمه ياسين ومعاه مراته يعني حرمه اسمها زبيدي، اسمها زبيدي وهو اسمه ياسين، صلوا على النبي. هنا يسير ركب القصر لفوق ركب القصر العالي، طبعا وصل مراته هيعرفها لانه ضيوف المولى اتوا في الساحل. ركب القصر العالي تعالي يا عدي يا زبيدي احكي لك باللي صار قاعد برا الساحل اعدد على الايام ما اتوا اربع ضيوف يحسبوا القعدة مرتاحة يحسبونا زي زمان. ما أتوا برا الساحل يحسبونا زي زمان. ما قال له اسمع يا عمي انت يا قبور يا تعبان فيش مطرح ده في المدينة خشوا على الدوار انا عزمي قاعد في الكرم بتاع زمان ما جيت بهم عالبيت عالساحة وفى عمدان ثلاثة بيد شوية قادر ربع اثمر قادر ربع اثمر بمكان ركبين اربع بكور يغلب لسوم الهوى اذا طار لابسين عجلة الحرير ادي الدوخ قبل القفطان يا بوي اتو داخل الساحة يا عين جسمك ودل حدا ما معيش ما رأيك رأيك حدا ما معي
إلا فضل الرحمن. حالتنا الله القعود بهن قد المشوار، ما معاي إلا قعود المال اللي بيه قد المشوار. فيش معاي ولا حادك تصطني مع الخطار، لا بن ولا دخان، حالتنا الله القعود بهن قد المشوار. وروحها تتسكن، وروحها تتسكن، انا غد قعود المال اقوم اعشي ضيوفي على محكم الزمان. ابدا ابدت تقوله يا راجل قولي، قول اهل قتالك انت، قول اللي قاتي على دول عقلك خربان. ما دول اربع ضيوف، اربع لكن ضيوف، ما كيف تذبح قعود المال، ما لحم لكن بلا عيش، وما تضيع صلاة عربان. او اروح لك وبات ابويا، لكن من دول العرب شباب. ملحمة لكن بلا عيش، متى ضيق صلاربات. يعني تذبح القعود لاربع تنفار وتقدم اللحمة من غير عيش؟ ابدا يا ياسين، متى دي اصول عربان. قال لما الحلك ايه، ما معيش الا القعود. قال اطلع اروح لك بيت ابوي واجيب عشا الضيوف وادي لك في اطرح حال. ابوها اسمه امين، صلى على النبي. اروح لك بيت ابوي من دول العرب شبعان، اجيب لك عشا ضيوفك وادي في اسرح حال. ما اقدر رجل يقول روحي ما تعوجيش، روحي ما تعوجيش، كلمة واحدة وتعال جواب على دول. ولا تبطيش ولا على المحتد ملام، يلا عادي يا ولي علي حكم الزمان. ما طلعت شوفت بيدك ملفوفة في قطع الشال، نظرها لسمر سلامك، نظر ابو زيد سلام عمود هلال. ابو زيد يقول بلاوي عشنا وشفنا الايام، ما يلي ما كواتو الدنيا ما حاوروا قاعده له قدام، ولا حد خالي من الهم، ما حتى الحصى فوق الاراضي اللي فيه ما جاح ولا دم. لكن مين بالغلب راضي من بهم بكى معاي، وبط الولاية جزاير دمع عيني بكى وياي، روافدني خلف الجزاير. طلعت الولية طبعا قصدت بيت ابوها،
تجيب عشا الفطار، وصلت الى ابوها صلوا على النبي. زبيده قالت له يا با يا صباح الخير، ما انت يا با ولا في مثلك، ما قالت يا زين الخير يسلم عليك نسيبك، قالت يا صباح الخير. معود اشتد الدوار، قالت يا بصل على الزيت، يا با يا با يا بصل على الزيت. انا احكي لك ده باللي صار، قاعدين يا با في الساحي ضيوف المولى اتونا المولى أتوني أربع ركب قعدان، ثلاثة بالشوي ثلاثة بالشوي، قادر ربع اسمر بمكان، ما ركب أربع بكر يغلبون سوم الهوى إذا صار. يابا خشوا يابا 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 خشوا على الساحي، يحسبوا القعده مرتاح، يحسبوا نزل